لاني فضل، اهلا بك. يعني عندما تكون هناك دعوه امميه لمحاسبه مجرمي الحرب، بدايه هل يعني تثقون بدعوات من هذا القبيل بمعنى انه قابله للتنفيذ؟ طبعا هذا القرار هو غايه في الاهميه، لانه هو اول قرار يعني يتحدث بشكل صريح وواضح عن محاسبه الجرائم ومرتكبي الجرائم في سوريا، وصادر عن الجمعيه العامه للامم المتحده، وبذلت جهود كبيره للوصول الى هذا القرار، وبالتالي هذه خطوة كبيرة جدا. ولهذا جنون النظام السوري وروسيا، لأن روسيا أصبحت أيضا متورطة في هذه الجرائم الكبيرة اللي هي جرائم الحرب، وبالتالي نحن نعتبر أن هذا القرار هو مقدمة ونأمل أن يكون هناك محكمة تقر من قبل الأمم المتحدة لأن هؤلاء المجرمين أين ستتم محاسبتهم. لابد أن يكون هناك محكمة دولية، ونتمنى أن يكون إقرارها عبر الجمعية العامة أيضا، لأن مجلس الأمن كما تعلم هو يرفض تماما الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية. فنحن نأمل أن يكون هناك إنشاء لمحكمة خاصة عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة. طب أنت يعني موضوع ذكرته هو في غاية الأهمية، وأنا كنت سأسألك عنه، المسألة تحديد أصلا من هم، يعني الشخصيات اللي ممكن أن تحاسب. طبعا يعني المجرمين هم في معظمهم هم معروفون ولدينا قوائم بهم، ونحن أرسلنا يعني قادة الأفرع والأجهزة الأمنية. نحن نتكلم عن الصفوف الأولى تحديدا، وقيادة القطع العسكرية مثل سلاح الطيران وسلاح المدفعية سلاح الجوية، القائد العام للجيش والقوات المسلحة اللي هو بشار الأسد، أيضا هناك القادة الروس الذين هم يقومون بالقصف، أيضا بعض يعني المحاسبة ستشمل حتى بعض فصائل في المعارضة، وأيضا ستشمل بعض فصائل اللي هي متطرفة أيضا، وأيضا في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، عمليا ستشمل الجميع، لكن النسبة الأعظم هي ستكون من النظام، لأنه هو مرتكب أكثر من 92% من مجمل الجرائم في سوريا، ولهذا هو هذا التخوف عمليا. ولكن هناك من هم متهم، يعني بحسب بعض المنظمات أو ناشطين حتى حقوقيين سوريين، لو أخذنا من الجانب الروسي والإيراني. نعم، هو الاتهام أمر، والإثبات ذلك الاتهام أمر آخر. روسيا تتهم الجميع، يعني هي كل المعارضة لديها عبارة عن نصرة وداعش، حتى لو كانت ليبرالية أو ما إلى ذلك، هي كلها تراها يعني شبه قطعة واحدة، حتى ترى الفصائل كلها أنه هي إسلامية وتتهم الكل. لكن نحن نتكلم هنا عن أدلة وعن تقارير هي معدة من قبل جهات حقوقية دولية، وهناك يعني تقارير شبه كاملة. على سبيل المثال مثلا ملف قيصر، على سبيل المثال الهجمات الجوية، نحن لدينا أكثر من تقرير هو تقريبا جاهز لتقديم إلى المحكمة بما فيه من شهادات وبما فيه من أدلة وبما فيه من مخلفات ذخائر وما إلى ذلك. هذا الأمر لا يتوفر لدى الاتهامات الجانب الروسي والجانب الإيراني، هذا هو الفارق. نحن نتكلم أيضا أنه لجان أممية اتهمت النظام من نفسها من الأمم المتحدة باستخدام الأسلحة الكيميائية، يعني هناك نحن نتكلم عن ما بعد الاتهام، وهو حقائق مثبتة وجاهزة للتقديم للمحاكمة، ومعروف أيضا من هم الأشخاص الذين تورطوا في هذه الحوادث تحديدا. طب في حال أنه مثلا كانت هناك دعوة لمحاسبة من هم، أو على الأقل يعني إحصاء ورصد الأسماء، وأنت أشرت ربما يعني في خلال أو في سياق ردك إنه هذا قد يشمل جميع الأطراف، يعني ليس بالضرورة فقط ربما النظام ومن يعاونه، إنما ربما من الجماعات الأخرى المتهمة ربما بارتكاب أيضا جرائم حرب. نعم، لكن مثلا إذا نحن بدنا نحاسب مثلا 100 شخص، فنحن عمليا ممكن نحاسب يعني حوالي 85 شخص من النظام، وممكن بقية الأطراف كلها بيطلع 15 شخص. لهذا من مصلحة الجميع عملية المحاسبة أيضا ستؤدي إلى استقرار في المجتمع، لأنه أيضا الطرف الآخر يعتبر أنه اللي هو مثلا موالي للنظام أو مؤيد قد أيضا طالته بعض الانتهاكات، وبالتالي عندما تحاسب أنت الكل هذا يؤدي إلى استقرار في المجتمع. أما عدا عن ذلك تحاسب طرف وتهمل بقية الأطراف، سيبقى العمل تدخل في دوامة الانتقام ودوامة العنف. لهذا لا سبيل لاستقرار المجتمع إلا بمحاسبة المجرمين
وخاصة الذين يعني، وإلا ستكون هناك عمليات انتقامية ولا سبيل لاستقرار سوريا إلا بهذا الحل. نحن لا نتخوف من محاسبة بقية الأطراف، بالعكس يعني حتى المعارضة السورية والائتلاف يعني هو قدم وقال وذكر ذلك أيضا، وحتى الهيئة العليا للمفاوضات ذكرت محاسبة، أشارت إلى محاسبة بقية الأطراف، لكن نحن نريد في الحقيقة تطبيق عملي، وأن يكون هناك ليس فقط إنه كلام، لا، نحن ندفع بهذا الاتجاه، وهذا ما يميز عن النظام على سبيل المثال الذي هو ينكر الجرائم، وهذا ما يميز عن روسيا أيضا التي هي تنكر أيضا كل الجرائم. ونقطة أخيرة أنا أقول، هذا القرار هو يعني ما بعده ليس كما قبله، لأن يعني في سببين أساسيين. الأمور اختلفت بعد 30 أيلول 2015 عندما تدخلت روسيا وهي حصنت النظام على مستوى أممي، وبالتالي العمل على هذا الجمع في الجمعية العامة هو أمر، والتحشيد هو أمر غاية في الأهمية، وهو لا يمكن لروسيا أن تفعل شيء هناك. إذن أنت معي من الدوحة عبر سكايب رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني.